فالقرن التاسع عشر كان لحظة انتقالية في هذه المسألة، لأن الأطباء والبعثة الطبية حظيت بترحيب كبير بحكم الحاجة الماسة لعمل هؤلاء. الطب في المغرب إلى حدود هذه المرحلة لم يكن يلقى اهتمام كبير سواء على مستوى الممارسة أو على مستوى التدريس. فآخر إجازة، هذه مسألة صدمتني شخصيا لما طلعت على المعلومة، آخر إجازة منحط في الطب تعود إلى سنة 1832، علما أن المعارف خلال هذه المرحلة كانت منتشرة، معارف طبية، ولكن اقتصرت على الأمور المرتبطة بالحجامة والفلك إلى غير ذلك. وبالرغم من إجراءات الحسن الأول على مستوى هذا الباب وإصلاح المعارف والعلوم في القرن التاسع عشر، فالطب كان من العلوم التي لم تحظى باهتمام كبير بحكم أنها كما أشار المرحوم المنني رحمه الله أنها من العلوم الميتة خلال هذه المرحلة، وهي إشارة تقاطع معه فيها كذلك لوطغمون الذي اهتم بفاس. عموما كان من الطبيعي أن يهتم المخزن المغربي بالخدمات الطبية الأجنبية، فهذه الخدمات بغض النظر على بعد استخباراتي أعطت لنا إضافات مهمة جدا من خلال بعض الإشارات اللي كانت عموما تهم الأوبئة والمشاكل التي كان يعيشها المجتمع المغربي في هذه المرحلة، ولكن المهم هو ما كتبته على المستوى السياسي وعلى المستوى الثقافي لهذا البلد. فهذا الباب، هذه الورقة تتوقف عند إحدى هذه الكتابات التي همت مرحلة الحسن الأول، وهنا أتوقف عند نموذج كانت له سلطة معنوية كبيرة جدا في المغرب، اشتغل لمدة ربع قرن إلى جانب السلطة الحسن الأول، والطبيب العسكري فيرنان ليناغيس. ليناغيس هذا كان له حضور كبير في المغرب، وكتب عنه الكثير، من ذلك ما كتبه طبيب آخر لامارتينيه على ليناغيس بأنه عمليا كان له دور كبير بالنسبة لفرنسا في هذه المرحلة، أحاطها بتفاصيل دقيقة عن المخزن، عن سياسته، وعن ما كان يقوم به هذا المخزن. بالمناسبة هناك طبيب آخر اشتغل على مستوى الشاوية بشكل غير مباشر، هو فريدريك ويزغربر، الذي ترك كتاب بعنوان أسوي دي ماروك مودرن، جمع فيه عدد من المعطيات بخصوص مجال الشاوية والدار البيضاء. ليناغيس حضر إلى المغرب في إطار بعثة جاءت إلى وجدة في البداية، اشتغل على معالجة وباء الكوليرا في الجهة الشرقية، ربط اتصال بعدد من رجالات الدولة، انتقل لاحقا إلى الرباط، وهنا كان دخوله تدريجي إلى بلاط السلطان. في هذا السياق أصيبت نساء الحرم السلطاني أو الحريم السلطاني، واستدعي ليناغيس لمعالجة اثنتين من زوجات السلطان، وفي ذلك كتب وصفا دقيقا أشبه بعمل روائي. فعندما حضر إلى القصر يروي الطبيب، قادته العريفة واثنان من الحرس إلى جناح المريضتين، ولم يكن بإمكانه أن يعالج السيدتين لأن إحدى العينين وغيرها من الملامح كانت غير مكشوفة، فعمد إلى إزالة ذلك القماش الذي كان يحجب وجه إحدى السيدتين، وهو ما كان سيعرضه إلى القتل لولا تدخل العريفة التي قالت بأن هو ليس رجل ولكن مجرد طبيب. هذه خلفية ثقافية تعكس هذه المرحلة وما راج فيها. عموما كانت معالجة لنساء القصر وسيلة حصل بها أو حصل من خلالها على ثقة السلطان، واقترب منه أكثر، ولازمه في مختلف تنقلاته التي قام بها خلال هذه المرحلة ومختلف حركاته. الحركة بالمناسبة، وهذا فقط توجيه الطلبة، الحركة بسكون الراء هو مصطلح يحيل كما أشار الأستاذ القدوري قبل لحظات على الجهاد والفتح منذ العصر المرابطي وكذلك الموحدي. في القرن التاسع عشر أصبحت الحركة هي كل العمليات العسكرية التي تنظمها السلطة المركزية لإثبات سيادتها في الأطراف أو في علاقتها مع القبائل أو في جهات البلاد، وكذلك وسيلة لتحصيل الضرائب. هذا فقط بين قوسين. يكشف صاحب هذه المذكرات من خلال عمل صدر لاحقا على جزئيات كبيرة جدا زمن الحسن الأول، وعلى معطيات مهمة جدا بعدما تأتى له كما قلت أن يحصل على ثقته. من بين الأمور التي أثرتني في مذكرته التي كتبها وجاءت بعنوان فواياج أوتافيلالت، صدرت لاحقا في المركز الصحي أو عن منشورات المركز الصحي في المغرب، من بين الإشارات المهمة جدا التي قدمتها هذه المذكرات عن هذا السلطان بأنه ملك متبصر له دراية فائقة بتنظيم أمور الدولة
وفي مقدمتها صيانة الوحدة الترابية، حتى قيل إن عرشه كان فوق صهوة جواده، فقد كان دائم التنقل. يقول ليناريس، وده استجهاده، حياة اختار لنفسه حياة بدوية مؤلمة ولكنها كانت ضرورية، تتمثل في التنقل كل عام على رأس جيشه من الربيع إلى الخريف إلى مناطق مختلفة من البلاد، على أن يستقر في فترة الشتاء في إحدى العواصم فاس، مراكش أو مكناس. لقد قام الحسن الأول بما يقارب 20 حركة في مختلف أنحاء البلاد، ولما عزم على الانتقال إلى تافيلالت لزيارة طبعا منطلق الدولة وزيارة آثار الأسلاف، عادة ما كان الأجانب لا يرافقونه، عادة ما كان كتاب نواب الدول الأجنبية يرسلون رسائل إلى الأجانب لانتقال إلى مراكش أو مكناس في انتظار عودة السلطان. لكن فهذه التجربة كانت حالة ليناريس فريدة، يتشكل الاستثناء لأنه رافق السلطان بحكم أن أولا له دراية باللغة العربية، معروف لدى وجوه الدولة، وكان يستحسنون محادثاته باللغة العربية، فرض عليه أن يرتدي الزي المغربي، وبذلك كان هو المسيحي الوحيد الذي شهد هذه اللحظة وشهد هذه الرحلة وسجلها بتفاصيلها. الرحلة انطلقت يقول بنصب أفراج، وأفراج عمليا هنا كتوضح هو السياج أو الحاجز، وهذا من الجدر الأمازيغي فرق، بمعنى وضع سياج، والسياج الذي كان يحيط بخيام السلطان. وهنا يقدم معطيات مهمة جدا وأشار لها الأستاذ أجامع قبل لحظات، هذا الأفراج كان قبل انطلاق السلطان يضم يقول ما يقارب 30,000 فرد، 30,000 فرد بين الجيش ورجال الدولة وحريم القصر إلى غير ذلك، وكان هذه المحلة كانت تحتاج إلى 5 كيلومترات على مستوى المساحة التي كانت تشغلها، ووضعها وتحريكها كان يحتاج كما أشير من قبل إلى أيام وأيام. تفيد شهادة الطبيب عن جانب مهم جدا في هذه الرحلة من علاقة السلطان بالقبائل وتدبيره لأطراف البلاد، حيث يشير إلى أن المحلة بعد عبورها لنهر ملوية ببضعة مراحل بدأت تتوافد عليها القبائل من مختلف البلاد أو أطراف البلاد معلنة الخضوع والإدعان التلقائي، على أمل يقول أن تعود إلى استقلالها لاحقا. هنا مسألة مهمة جدا، الكتابات الفرنسية والكتابات الأجنبية عموما أعطت فيها الثنائية المعروفة السيبة والمخزن، على أساس أن مسألة السيبة هي مسألة لا تعني شغور أو غياب السلطة، بل إحالة على تدبير ذاتي ولكن في ظل اعتراف رسمي، وهذا ما أكدته هذه الرحلة. ومن ضمن الوفود التي حضرت يقول في هذه الرحلة وفد يعود إلى قائد زيان محمود الزياني، الذي عبر عن امتنانه للسلطان وعن خضوعه وطاعته له، وكان من الهدايا إحدى بناته التي انضمت إلى حريم السلطان. واقع الحال هذا لم يكن دائما نفسه، فعديدة هي القبائل التي كانت تتمرد، ولكن هذه القبائل بمجرد ما يظهر السلطان وما تظهر الحركة معالم القوة ومعالم تدخل بشكل محسوم وبشكل عسكري، كانت القبائل تلجأ إلى الأمان. وهنا يتوقف صاحب الرحلة عند مشاهد ما يسمى بالتعرقيبة، تعرقيبة كإشارة وكتوضيح، أغلبنا يقف عند هذه المسألة في لحظات طلب الصلح وطلب الأمان، ولما يقدم شخص ما على أن يعرقب أو يقطع عصب الرجلين الأماميين لدابة معينة طلبا للصلح أو طلبا للعفو. وفي الثقافة المغربية لما يسوق طالب الحماية الدابة إلى رجل معين أو إلى دار شخص ترجى حمايته، فهذا دلالة على شكل من أشكال طلب العفو بشكل متقدم جدا، وعدم الاستجابة تعني بأن صاحب هذا الطلب قد يلقى العار، هذا كإشارة فقط. لذا القبائل كثيرا في هذه الرحلة ما كانت تقدم على هذا الطقس. هنا يشير الطبيب إلى أن السلطان نجح من خلال هذه التدخلات في تفكيك القيادات المحلية وبالتالي ضمان تحكم في البلاد، وبذلك تيسر له فرض هيبته عن في هذه المرحلة. ليناريس لم يفتأ يعبر عن إعجابه الشديد بما كان يلقاه السلطان على امتداد هذه الرحلة من إكرام وحفاوة، ويثير الكاتب الانتباه هنا إلى أن السلطان أسر له، كان قريب منه، إلى أن الهم الأساسي الذي كان لديه إلى جانب الحفاظ على سلامة العرش وتطوير الدولة وترسيخ علاقات ودية مع جاره الشرقي. ومن الإشارات المهمة في هذا الباب
هو توصل السلطان برسالة من قدور بن حمزة الجزائري، هذا الجزائري، في 14 غشت 1893 يعبر فيها عن تقديره واحترامه للسلطان، ويلتمس منه أن يأذن له بالهجرة إلى المغرب، إلى الإيالة الشريفة. السلطان تردد وعبر عن تخوفه بحكم أن الهاجس كان هو الحفاظ على علاقات ودية مع الجار الشرقي، وهنا لينارس تدخل وطلب تأجيل الموقف والحسم في الموقف إلى وقت لاحق بحكم الظرفية. المذكرات تكشف كذلك عن جوانب مهمة جدا وقضايا أساسية في علاقة السلطان بالجهة الشرقية من المغرب. وهنا استحضرت الرحلة وفد من توات جاء على رأسه قائد وحاتمي. لما بحثت عن هذه الواحة في الخريطة وجدتها في عمق الجزائر، في وسط الجزائر، جاء إلى العاهل ليقدم له مراسم الولاء. بعد ذلك ودعه السلطان، السلطان المغربي ودع هذا القائد الذي عاد إلى توات وسلمه عدد من الهدايا، وأكثر من هذا زوده بطابعين لختم المراسلات باسم السلطان المغربي. ختاما، هذه المذكرات التي كتبها الطبيب تكشف عن عنصر أساسي في شخصية الحسن الأول، هو أنه استطاع أن يصون الوحدة الترابية وأن يحصل على الاعتراف بالسيادة المغربية وأن يمنع الفرنسيين حتى هذه المرحلة من ضم واحد توات إلى القطر الجزائري، فنال بذلك حضوره في كل مكان. وعموما يقول بأن التجربة علمته كيف يقرن القوة بالحكمة، وكان ذلك مفتاح سياسة صالحة. حضرني ما قاله اليوطي في سنة 1916 بليون، وهذا المقتطف الذي سأختم به منشور في بعنوان ديسكور دو ليوطي على شامبر دو كوميرس 29 فبراير 1916، يقول ليوطي: بينما وجدنا أنفسنا في الجزائر إزاء مجتمع في حكم العدم، وأمام وضعية مهلهلة قوامها الوحيد ونفوذ الرأي التركي الذي انهار بمجرد وصولنا، إذا بنا قد وجدنا في المغرب على العكس إمبراطورية تاريخية مستقلة تغار إلى النهاية على استقلالها وتستعصي على الاستعباد. والفضل كل فضل كان لهذه السياسة وهذه الإجراءات التي وسمت المرحلة. شكرا لكم. على المداخلات قيمة استثناء منها كثيرا، وأوصي أيضا بنشرها. شكرا.